طبعا التعويل هو 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 يعني بفضل الله عز وجل ان اهالي درنا ادركوا حقيقه المؤامره على المدن التي صارت وعلى الثوره عموما، ادركوا ان ميليشيات الكرامه التي كانت تستفيد من افعال تنظيم الدوله ادركوا هذه المؤامره التي تحدث وحدثت لاهالي بنغازي انها لا تحدث في درنا. اهالي درنا صامدون باذن الله كابنائهم من مجلس الشورى او من العسكريين او من الاعيان او من مشايخ المساجد او من مؤسسات المدينه، فهم ادركوا تلك المؤامره. فنحن نعول اولا واخرا على اهالي درنا جميعا، ثم ندعو من منبركم ان الثوار جميعهم ان ينتبهوا لتلك المؤامره وان يصطفوا صفا واحدا وان يرصوا الصفوف كما يعني بين لهم ذلك فضيلة الشيخ الصادق الغرياني، عليهم ان يلتفوا حول دار الافتاء وان يقوموا بمواقف مشرفه والا ينتظروا خليفه حفتر ان يحتل مصراته ويحتل الزاويه وصرمان وكل المدن الغربيه وان يسيطر على العاصمه كما حدث للجفرة أو كما حدث للمناطق التي سقطت بيد هذه الميليشيات المجرمة التي عاثت في الأرض فسادا. وخير نموذج لفهم ما يريد أن يفعله حفتر بالمدن الغربية ينظر إلى ما حدث لمدينة بنغازي وأن لا يسمح لتلك الجرائم أن تتفشى عندهم هناك.